السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم الأستاذ جلال، المحاضرة الأولى سجلت ولا لا؟ المحاضرة الأولى تم تسجيلها صح؟ المحاضرة الأولى كانت مسجلة ولا ما تعرف؟ مش عارف والله. خير إن شاء الله. لا أنا ضغطت على التسجيل، ضغطت على التسجيل بس مش متأكد، وأنا ما بقدرش أعرفها مسجلة ولا لا إلا بعد المحاضرة بفترة. يعني بعد المحاضرة بفترة لا أعرف إنها مسجلة ولا لا. طبعا الزكاة لها أهداف اجتماعية، أنها بتحقق التوازن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. طبعا بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب المستوى السابع تخصص محاسبة، معكم في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416. أهلا بكم في المحاضرة الثانية أو اللقاء الحي الثاني للفصل الصيفي. أهداف الزكاة أهداف اجتماعية، منها أن الزكاة نظام تكافل اجتماعي يحقق التوازن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، تحرر مستحقيها من الحاجة ومزالة السؤال. أيضا تعتبر نظام فريد يؤلف القلوب، تجلب المودة بين أفراد المجتمع، تشيل أو تلغي أو تطفي نار الحسد والحقد في المجتمع من بين الفقير والغني. لها أهداف اقتصادية، أنها بتساعد في القضاء على البطالة، بترفع مستوى المعيشة للمجتمع ككل، بتعمل زي سموزنج، يعني إعادة توزيع، يعني تسوية شوية كده ما بين الثروات، الغني والفقير، والفقير يجد ما تقوت به من الزكاة، والغني يشعر بحاجة الفقير، وهكذا. ولها برضو أهداف سياسية، تكافل اجتماعي، نعم، و بعض الأسئلة البسيطة اهي. وطبعا الأسئلة دي برضو يا شباب يعني بتلاقي في الاختبار سؤال ولا اتنين كده ولا أكثر، أو يمكن 4 أسئلة كمان بيجوا نظري، بتلاقي فيهم حاجات سهلة. تعتبر الزكاة محفزة لاستثمار الأموال لكونها تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمجتمع، تحقيق الرفاهية، خوف صاحب رأس المال، توزيع الثروة، وتحقيق التقارب بين طبقات المجتمع. ايه هي الإجابة هنا؟ مش عارف ما هي الإجابة هنا يا شباب. تعتبر الزكاة محفزة لاستثمار الأموال لكونها تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، تحقيق الرفاهية، خوف صاحب رأس المال من تآكل الزكاة وأمواله، توزيع الثروة، وتحقيق التقارب بين طبقات المجتمع. ما هي الإجابة يا جلال؟ طبعا هنا ممكن تلاقي الإجابة اللي هو خوف صاحب رأس المال من إنه الزكاة بتنقص أمواله، بتخليه يطلع الزكاة، بيخليه يطلع الأموال ويستثمرها وتزيد في القوة الإنتاجية في المجتمع، وده بيساعد طبعا في زيادة الاستثمار في المجتمع. تعني الزكاة في اللغة طبعا هل النماء والزيادة كسر الرياء برك النفقة الحق الواجب؟ لا، في اللغة تعني النماء والزيادة. طبعا السؤال الثالث ده يعني ايه؟ مش مهم.
تؤدي الذكاء لعلاج أبرز غرائز بين الإنسان وهي الشح، ويأتي هذا الهدف ضمن الأهداف. حط الهدف ده ضمن أي هدف يعجبك، اجتماعية طبعا ماشي ولا دينية. تعالوا يا شباب نرجع بس لي ال انا يا شباب افضل الكتاب عن الشرائح، لان الكتاب هو اللي موجود معاكم. اول حاجة يا شباب في المحاضرة الثانية، اوجه الشبه والخلاف بين محاسبة الزكاة والضريبة. محاسبة الزكاة والضريبة حضرات في اتفاق بينهم وفي اختلاف. الزكاة والضريبة بيقول لي الزكاة بالنسبة للجبر والإلزام تؤخذ الزكاة من المكلف ويقاتل من رفض دفعها، يعني إجبارية. الضريبة تفرض الضريبة وتدفع جبرا وبصفة نهائية ولا يعفى منها إلا بنص من في نظام الضرائب، ومن يتهرب يعرض نفسه للعقاب المالي والمدني. يبقى هما الاثنين متفقين في الجبر والإلزام. انعدام المقابل، هما الاثنين ما لهمش مقابل مباشر، لكن الزكاة لها مقابل والضرائب لها مقابل. بالنسبة للزكاة، مؤدي الزكاة لا يحصل على مقابل خاص به في الدنيا لأنه يحصل على جزاء في الآخرة. دافع الضريبة لا يحصل على مقابل مباشر محدد خاص به. بالنسبة للعدالة، العدالة الضريبية والعدالة الزكوية. طبعا العدالة حضرات في الزكاة تعتبر منتهى العدالة. تتضح العدالة في الزكاة من خلال أنها تنطبق على العموم مع اختلاف أجناسهم وأنسابهم وألوانهم وفي كل مكان وزمان، وتعفي ما دون النصاب وتمنع الازدواج وتراعي الجهد المبذول والظروف الشخصية. العدالة في الضريبة هي نسبية، يعني من وضع النظام يحاول أن يكون النظام فيه عدالة، وتختلف وفقا للقيم والتقاليد السائدة في المجتمع، فيعتقد بأن تفرض الضريبة على جميع الأشخاص والدخول بلا استثناء وبشكل يتناسب مع مقدرة المكلف المالية، ولكنها لا تحقق العدالة التامة كالزكاة. اليقين في الزكاة، اليقين 100%. هذا المبدأ موجود في الإسلام، حيث حدد القرآن والسنة وعاء الزكاة ونصابها وسعرها ومستحقيها ومسؤولية الدولة أو ولي الأمر في جميع وصفها. في الزكاة في الضريبة يقصد باليقين أن تكون نصوص النظام الضريبي واضحة، ويتم تحديد الضريبة بشكل دقيق دون أخطاء وحتى يفهمه الجميع ولا يكون عرضة للتفسيرات. ده اليقين. طبعا الجهاز الإداري المسؤول عن التحصيل في الاثنين يعتبر هيئة الزكاة والدخل، ماشي. المفهوم الطبيعة، الزكاة تعتبر عبادة مالية، ركن من أركان الإسلام، ثابتة مستقرة. المفهوم الطبيعي بالنسبة للضريبة التزام إجباري بموجب نظام وضعي بيتغير حضرات بس كل فترات متباعدة. أوجه الخلاف، المفهوم هنا الزكاة عبادة مالية، الضريبة التزام إجباري بموجب نظام وضعي من البشر. الهدف منها الزكاة تزكية النفس ومساعدة الفقراء والمساكين. الهدف منها تأمين الموارد المالية الحكومية للدولة للضريبة. المكلف بها، الزكاة يكلف بها المسلم. الضريبة يكلف بها اللي هو من يمارس نشاط معين حدد النظام. أساس التكليف في الزكاة الإسلام، أساس التكليف في الضريبة النظام الضريبي. المقدار أو السعر في الزكاة ثابت لا يتغير منذ أن بدأ الإسلام. الضريبة وفقا للنظام الضريبي زي ما حدد النظام الضريبي.
وقت الاستحقاق طبعا معروفة، الزكاة سنوية ما عدا الزروع فهي نهاية الزرع. الضريبة تستحق في أي وقت حتى ولو جزء من السنة. نقل العبء تعتبر نفقة لا يمكن نقل عبئها، يمكن أن ينقل عبء الضريبة إلى المستهلك برفع أسعار السلع عليه. نقل العبء ده يا شباب مهم جدا، وده يعتبر أحد الركائز اللي بيتم التفرقة ما بين الضرائب فيها وما بين الزكاة، إن هو نقل العبء. كلمة نقل العبء يا شباب يعني معناها هل دافع الزكاة ممكن يحملها لغيره؟ وهل دافع الضريبة ممكن يحملها لغيره أم لا؟ ودافع الزكاة هل ممكن يحملها لغيره أم لا؟ في الزكاة يا شباب استحالة إنها ينقل عبوها، الضريبة يمكن. والواضح في الضريبة يا شباب هي الضريبة غير المباشرة، اللي هي زي ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. ده بيدفعها التاجر وبيتحملها المستهلك. ولا توجد أي مشكلة، المستهلك هيشيلها والتاجر هيدفعها بس. لكن الزكاة لا، يدفعها من يتحملها فقط. الازدواج نظام الزكاة، كلمة الازدواج يا شباب يعني معناها هل ممكن واحد يدفع الزكاة مرتين؟ الازدواج الزكوي، ازدواج الضريبي، هل ممكن واحد يدفع الضريبة مرتين؟ ماشي. في الازدواج الزكوي اسمه الثني، والرسول عليه الصلاة والسلام حدد وقال لا ثني في الصدقة، لا ثني في الصدقة، يعني لا يمكن انه الواحد يدفع الزكاة مرتين. لكن الضريبة احيانا بيدفع الضريبة مرتين عادي، واحيانا بتبقى مقصودة انه يدفع الضريبة مرتين، ماشي، اللي هي الازدواج الضريبي احيانا بيكون مقصود. تحديد الوعاء، الوعاء الزكوي ياخذ الارباح السنويه ويضيف عليها حقوق الملكيه ويخصم صافي الاصول والاستثمارات. يعني عايز يقول لك ان الوعاء الزكوي ليه حسبه معينه، انه بياخذ الارباح السنويه ويحط عليها حقوق الملكيه ويطرح منها الاصول المستخدمه. في الضريبه، الضريبه تركز على الربح فقط، الضريبة مش عايزة غير الربح بس تفرض عليه. طريقة الدفع طبعا بتدفع نقدية، الزكاة المفروض تدفع من نفس الصنف اللي بتخرج منه الزكاة، لكن العلماء أجازوا أن تكون نقدا. من حيث سقوط الحق وتقادمها، الزكاة لا تتساقط ولا تتقادم، هي الزكاة. الضريبة ممكن تسقط بفترة بيبقى محددها النظام، النظام بيقول تسقط بعد 5 أو بعد 10، لكن الزكاة لا يوجد لها تاريخ لإسقاطها. طبعا أهداف الزكاة زي ما خدناها الشباب، عشان هنا بس في اختلاف شوية في الترتيب في الكتاب عن الشرح اللي كان باوربورد. تعالوا نبص على شروط المال الخاضع، أنواع الزكوات. أنواع الزكاة شباب، في زكاة الفطر، زكاة الفطر طبعا دي واجبة في شهر الصيام، قد يطلق عليها زكاة الأبدان أو صدقة الفطر. زكاة المال دي فريضة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. أيضا الحديث صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه واليا على اليمن، أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أيضا الزكاة ركن من أركان الإسلام، واجبة في مال المسلم إذا توفر الشروط لها. طبعا الشروط لها بنشرحهم كذا مرة، ملكية تامة، نماء فائض عن الحاجات الأصلية، خالي من الدين، وصل النصاب، حال عليه الحول.
دول هيشرحوهم يا شباب. الأموال الخاضعة للزكاة، الحيوانات السائمة، عروض التجارة، الزراعة، الزروع والثمار، الركاز، الركاز ده كل ما يستخرج من باطن الأرض، معادن وكنوز. الزروع والثمار اللي هي الناتجة من استغلال الأرض الزراعية. عروض التجارة كل ما أعد للشراء والبيع بهدف تحقيق ربح. ده حضرات اللي هو مجال تركيزنا اللي هو عروض التجارة. شروط المال الخاضع للزكاة كثيرة وتحتاج شرح. ملكية تامة، المال يكون ناميا أو قابلا للنماء حكما، وصول المال لنصاب معين، الخلو من الدين، أن يكون المال فرعا حي الأصلية، حوالان الحول، أن يكون حلالا طيبا. المستجدات المعاصرة للزكاة، في بعض الحاجات يا شباب استجدت ما كانتش موجودة في صدر الإسلام، زي إيه؟ زي الخدمات الطبية والتعليمية والاستشارات والأعمال المهنية. الخدمات الطبية، المستوصفات الخاصة يا شباب، ووحدات العمليات وهكذا، والتعليمية، المدارس الخاصة والمراكز، والاستشارات، مكاتب الاستشارات الإدارية والمحاسبية والاقتصادية، والأعمال المهنية، المحامي، المحاسب، ونشاط مزارع الدواجن والأسماك والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل. هل دي تخضع ولا لا؟ نشاط خدمات الاتصالات المحلية والعالمية والإنترنت. نشاط السياحة وخدمات رجال الأعمال ونحو ذلك، ما كانتش زمان دي، تمام، وظهرت دلوقتي. طب وبعدين تدفع ما تدفعش؟ شروط الزكاة ونصابها، أول شرط شباب الإسلام، خذ من أموالهم صدقة طاهرة وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صدقة سكن لهم والله سميع عليم. الزكاة تجب على المسلم، لا زكاة لغير المسلم. يبقى إذن هنا واضحة شباب بالنسبة للإسلام. اثنين، الحرية، لا تجب الزكاة على العبد، والعبد لا يملك شيئا، والعبد وماله لأبيه، وأن العبد ماله لسيده، وأن العبد وما ملك لسيده. الملك التام للمال، كلمة الملك التام للمال يا حضرات يعني معناها يكون ليست عليه قيود، يعني ما لهوش ديون، ما لهوش رهونات، أن يكون المال بيد الفرد ولا يتعلق لغيره من البشر، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره. المال المحجوز، طبعا المال المحجوز يا شباب لا يوجد عليه ايه؟ طبعا زكاة، لأنه يعتبر مقيد، يعني أنت معاك مال بس والله مش قادر تستخدمه. أيضا الديون غير المرجوة التحصيل هي لدى المعسر. طبعا إذا كان معسر وصدر حضرات ضد قرار بإعساره، يبقى الدين ده خلاص تحول إلى دين مشكوك فيه. أما إذا كان معسر وقفل المحل وخلاص، فبقى دين معدوم. الديون غير مرجوة التحصيل. المال المخصص للحاجات الأصلية اللي هي للسكن والعمل، برضه حضرات دي لا تخطئ. مال دور العبادة، المال الحرام، المال الخبيث، مال العبد الذي لا يستطيع التصرف فيه، المال الذي لم يحر عليه الحول، مال اللقطة وما في حكمهم، برضه يا شباب لا زكاة في مال دور العبادة أو المال الحرام أو المال الخبيث أو مال العبد الذي لا يستطيع التصرف فيه أو المال الذي لم يحل عليه الحول. ده شباب تعتبر شروط الزكاة ونصابها. النماء أو القابلية للنماء، كلمة النماء يا شباب أو القابلية للنماء، المال اللي هو اللي ينمو، اللي هو يتوالد زي الحيوانات بتتوالد. طيب وإيه هو المال اللي هو
اسمه نماء او قابل للنماء. ايه القابل للنماء؟ هي الاموال. والله لو الاموال دي شغلتها هتزيد، لكن الاموال ما شغلتها خلاص هتركن، مش هتنفع او مش هتزيد، يعني مش هتنمو. بلوغ المال نصابا. طبعا النصاب يا شباب حصل فيه اخذ وعطاء كثير، وتم الاتفاق على الآتي. نصاب الذهب 85 جرام ذهب، عيار 24، 25 جرام ذهب. الفضة 200 درهم فضة. تم الاتفاق يا شباب انه يعملوا النصاب اللي هو 85 جرام ذهب، عيار 24، على اساس ان هو لما بيعلى بالنصاب فبيخفف من الناس الخاضعين الفقراء، يعني بيحاول ان هو يدخل الاغنياء اكثر. يعني شوف هنا لما نيجي على 20 دينار، المهم 85 جرام من الذهب ده لما يكون ذهب 24 يبقى ثمنهم كام؟ خد 85 في جرام الذهب كام ده يا شباب دلوقتي؟ انا حسبته من زمان على انه 17000 ريال، حاليا كام يا شباب؟ 200 ريال في 85 جرام، 85 جرام في 200 ريال، يعني جرام ب 200 ريال. كام دلوقتي يا شباب؟ هو كم جرام الذهب حاليا؟ كم سعره؟ جرام 24 بكم؟ طبعا 85 جرام في 200 ريال يعني ب 17000، يبقى اذا من وصل الوعاء الزكوي له رقم 17000 يبقى اذا ده عليه زكاة. أقل من هذا ليست عليه زكاة. خمسة وثمانين جرام في 200 ريال 17000. التقيد بالنصاب 85 جرام ذهب على 24، وعدم التقيد بسعر جرام الذهب لأن السعر قابل للتغيير. أما حولان الحول على المال حتى يخضع للزكاة، يقصد هنا يا شباب انه هو يحول الحول على المنتج او على النشاط. مضي حول، الحول هنا اختلفوا فيه، قالوا هل هو حول ميلادي ولا حول هجري؟ مش هتفرق يا شباب، يا اما هجري او ميلادي، هي 4 ايام يعني 3 ايام وثلثين، ماشي. مضي 12 شهرا قمريا على المال الزكوي الذي اكمل نصابا وهو من الزكاه واخرجها كامله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يحول دون عليه الحول.
أن يمر على المال في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا في الأموال التصم بتغير عينتها وتداولها، فهذا الشرط خاص بأنعام النقود والساتجين. الزروع والثمار والعسل المستخرج من المعادن والكنوز نحوها قد يشترط عليها الحول، بل تؤخذ الزكاة عند وجودها. قال تعالى: واتقوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ألا إذ كان للمعدن أسمان فتعرض عليه الزكاة عند كل حول. ده شباب بالنسبة لحولان الحول أن تمر سنة قمرية على الشيء. أيضا من شروط المال الخاضع للزكاة شباب أن يكون المال فائض عن الحوائج الأصلية لمالكه، ماشي؟ يعني فائض عن الحاجة الأصلية اللي هي المأكل والمشرب والملبس والاستئناس، ماشي؟ إذا كان عايز ياكل هو أولاده، تمام؟ فقصة تانية دي. يعني الحوائج الأساسية اللي هو ما يدفع الهلاك على الإنسان تحقيقا النفقة ودور السكن وآلة الحرب. يعني هيجيب آلة حرب المفروض حضرتك تستبعد، هيدفع إيجار سكن تستبعد. أما بالنسبة لخصائص الزكاة، عبادة مالية ثابتة. نعم، هي عبادة مالية من أول ما نزل القرآن الكريم وهي موجودة. حددها الله عز وجل وحدد المقدار من الخمس إلى العشر ونصفه العشر وربع العشر وهكذا. تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة. الزكاة شباب تجبى وتصرف تحت أعين الدولة إجباريا. طبعا إجبارية تؤخذ جبرا، وأنتم كلكم تتذكرون الحارس عندما توفى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر قال: من كان يعطي عقال بغير لسيدنا محمد لا أخذته منه. يعني معناها إنها جبرا ليس لها مقابل دنيوي. الزكاة شباب ما لهاش مقابل دنيوي. خصائص الزكاة: عبادة مالية ثابتة قدرا، تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة، إجبارية ليس لها مقابل دنيوي، متعددة الأنواع، ماشي؟ بتلاقي الزروع، بتلاقي الثمار، بتلاقي عروض التجارة، بتلاقي رمضان، كل يعني تلاقي إيه، متعددة الأنواع. يعني مباشرة، لأن المسلم يقوم بدفعها، يقوم دفعها مباشرة. سعرها طبعا سعر الزكاة معروف يا شباب: 20% زكاة الدخل على الركاز، 10% الزروع تسقى بدون جهد، 5% زكاة الزروع تسقى بواسطة الآلات، 2.5% زكاة الأسمان وعروض التجارة، وما نركز عليه هو عروض التجارة. شباب سعر الزكاة 2.5%. إذا كنت هتستخدم سنة ميلادية فالزكاة هتبقى 2.575 أهي. وهنا بالنسبة شباب لسعر الزكاة،
2.5% اللي احنا هنركز عليها ان شاء الله. اذا كان عروض التجاره اذا كانت هتحاسب على السنه الميلاديه 2.5، على السنه الهجريه، على السنه الميلاديه، السنه الهجريه او القمريه 2.5، السنه الميلاديه او الشمسيه بتحاسب على 2.575، 2.575، والهجرية 2.5 بس. وممكن حاجة تانية يا شباب، انك تاخد النتيجة اللي طالعة من الهجرية وتضربها في 1.3 برضه تديك ايه؟ الزكاة عن السنة الميلادية. في جزئية كانت في الدليل الإرشادي لسه شايفها اهي، انهم وافقوا على هذا الحساب انها ممكن يتغير حسابها ماشي عن 2.5 وفقا لعدد ايام التحاسب. تتعلق بذمة الشخص، يعني هي مش هتتشال من على ذمتك الا اذا دفعتها. مصاريفها محددة، انما الصدقات للفقراء ودي 1، والمساكين 2، والعاملين عليها 3، والمؤلفة قلوبهم 4، وفي الرقاب 5، والغارمين 6، وفي سبيل الله 7، وابن السبيل 8. هل حضرات الـ8 اللي حددهم الشارع الحكيم اللي هم من يستحق صرف الزكاة؟ 8 مصادر. ماشي يا شباب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز عليم حكيم. فقد حددت الآية الكريمة المستحقين الأول والثاني، الفقراء والمساكين العاملين عليها. وهنا العاملين عليها شباب فيها بس تعليق بسيط، اللي موجود يا حضرات في المملكة العربية السعودية أن الزكاة، أن العاملين عليها لا يأخذوا منها. من يقوم بجبات الزكاة مصلحة الزكاة والدخل، لكن واقع المملكة لا تأخذ ريالا واحدا منها وتحول كل أموالها إلى مستحق الزكاة. حتى مرتبات العاملين يا شباب، حتى مرتبات العاملين لا تصرف من الزكاة لكن تصرفها الدولة. الرابع المؤلفة، الخامس الرقاب، الغارمون في سبيل الله لا تصرف الزكاة. مفهوم السني الزكوي. أيوة يا جلال، النت وصل تاني؟ قطع دلوقتي وصل تاني؟ أيوة يا جلال، النت وصل تاني الآن؟ النت وصل تاني يا جلال؟ مفهوم الثاني الزكوي يعني الزكاة على نفس المال، يعني أخذ الزكاة على نفس المال وفي نفس الحول مرتين. الثاني الزكوي ويعني أخذ الزكاة على نفس المال وفي نفس الحول مرتين. فمثلا إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغيرة له كالمحصول الزراعي، إذا زكي ثم بيع به ثمن، أو الماشية التي زكيت هي موجودة مع الحيوانات ثم بيعت بثمن، فالثمن الناشئ من عملية الوعاء من البيع ماشي لا يخضع للزكاة. ده شباب اللي هو ايه مفهوم الثني الزكوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثني في الصدقة، يعني لا يمكن ان واحد يدفع الزكاة مرتين اطلاقا، لا يمكن انه اي واحد يدفع الزكاة مرتين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثني في الصدقة
وكل الأنظمة الزكوية شباب لا تسمح بتكرار دفع الزكاة أصلا. يعني هي كأنظمة أصلا مغلقة وحكيمة جدا جدا، لا يستطيع إنك أنت تلاقي فيه أي تفاوت أو فيه إنه في واحد بيدفع الزكاة مرتين. هنحل بعض التمارين يا شباب. طبعا سؤال تمرين واحد حليناه المحاضرة الأولى والثاني والثالث والرابع. يبقى هنا واحد اتحل، أنا هعلم عليه بالأخضر أهو. واحد اتحل، اثنين اتحل، ثلاثة، أربعة. خلينا ناخد سبعة. ما أقل نصاب زكاة النقدين الذهب والفضة؟ طبعا الإجابة واضحة، هي مكتوبة الإجابة، الذهب 17,000 والفضة 2083. إذا باع رجل ماشيا، إذا باع رجل ماشية كان قد زكاه وقبض ثمنها نقدا، فيجب عليه إخراج زكاة المال المستفاد عما قبض، ولا عدم إخراج أي نوع من أنواع الزكاة عند قبض الثمن، ولا إخراج زكاة النقدين عما قبض، ولا أن يزكي عما قبض الثمن بعد خصم؟ طبعا الإجابة الصحيحة يا شباب وهي رقم ب، عدم إخراج أي نوع من أنواع الزكاة. يشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار متى بلغت نصابا مضي الحول ولا حصاد أو جني المحصول ولا الخلو من الدين. إذا باع رجل ماشية كان قد زكاه وقبض ثمنها نقدا، فيجب عليه عدم إخراج أي نوع من أنواع الزكاة عند قبض الثمن. 12، يشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار متى بلغت نصابا. طبعا الإجابة يا شباب هي باء، اللي هو حصاد أو جاني المحصول. المكلف بأداء الزكاة هو، وبعدها يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب على المسلم إذا كان المكلف بأداء الزكاة هو المسلم الحر المالك لنصابها، المالك لنصابها وإن كان غير مسلم، المسلم المالك لنصابها وإن كان مجنونا، المسلم المالك لنصابها وإن كان صبيا. طبعا هي المسلم الحر يا شباب. يرى جمهور الفقهاء ان الزكاة تجب على المسلم اذا كان عاقلا حرا، عاقلا حرا او صبيا وما كان نصابها، عاقلا حرا او قاصرا او محجورا عليه وما كان نصابها، قاصرا او غير محجور عليه ومالكا لنصابها. يا حضرات هذا السؤال نتركه لكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله، اتجهزوه معنا. يعني ده أنا هعتبره لكم واجب للإجابة عليه محاضرة الاثنين النهاردة، اثنين ثلاثة أربعة القادة.
وصلنا حتى هنا شباب، شكرا لكم الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، نلتقي معكم المحاضرة القادمة بإذن الرحمن في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة لطلاب المستوى السابع محاسبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نلتقي معكم المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.